ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من العاصمة البريطانية المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود. بداية، توسع دائرة التظاهرات في إيران، إلى أي حد يمكن أن تستمر هذه التظاهرات برأيكم؟ شكرا جزيلا أخي العزيز. حياك الله. الواقع المظاهرات الآن هي مع هدوءها الظاهر بسبب الإعلام وضعف الإعلام وقطع الإنترنت وتوقف التليجرام والإنستغرام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هي انطلقت ولن تتوقف وتستمر إن شاء الله إلى حد طرد النظام وخلاص الشعوب غير الفارسية من الاحتلال الفارسي، مع كل محاولاتهم للوقوف بوجه الشعوب ووجه هاي الثورة العارمة، هذه الانتفاضة العارمة إن شاء الله مستمرة، وشعوبنا وإحنا التواصل بين الشعوب موجود وبين تنظيماتها موجود، وهذا كله إن شاء الله يبشر بخير إن شاء الله. برأيكم ماذا يعني حجب السلطات الإيرانية مواقع التواصل الاجتماعي التي توثق الأحداث؟ بالتأكيد خوفا من توسع رقعة الاعتراضات، وهي بدأت يعني الواقع توسعت، لأن المظاهرات الآن انتقلت إلى اعتصامات، وعمال في كثير من الشركات الكبرى، شركة عسلوية اللي هي غاز ونفط تعمل في الخليج العربي على الساحل الشرقي توقفت منذ أسبوع عن العمل، والمدرسين والمعلمين أيضا توقفوا عن العمل منذ 3-4 أيام، أعلنوا أنهم سيبدأون الاعتصام الكامل الواسع في كل إيران، وهناك مؤسسات أخرى أيضا أعلنت أنها خلال الأيام القادمة ستتحرك. فهذا التطور هو الذي تخاف منه إيران وتحاول أن توقفه، لكن السير الحركة والحراك سائر في كل مكان، ونتوقع التوسع إن شاء الله خلال أسابيع أو أشهر ستكون هناك هزة كبيرة في داخل إيران من قبل الشعوب. مجلس الأمن القومي الأمريكي اجتمع برئاسة الرئيس ترامب لبحث العقوبات على إيران، على الرغم من قرار ترامب بتخفيف أو ببقاء تخفيف العقوبات كما هي، المعارضة إلى أي مدى يمكن أن تستفيد من التدخل الأمريكي اليوم؟ الواقع التدخل الأمريكي صحيح أن هناك البعض من الفرس يميلون للأمريكان، لكن التدخل الأمريكي لا يخدم الانتفاضة في إيران، لأن أمريكا تدخلها يعطي فرصة لإيران أن تدعي التدخل لأمريكا والآخرين، والواقع لم يتدخل أحد في هذا، وقرار ترامب اليوم بيّن هذه النقطة بالذات، أنه ترامب أيضا ليس مع ثورة مع انتفاضة الشعوب في داخل إيران، وإنما هم يسايرون النظام بحد الممكن دائما في سياستهم، سواء كانت فيما يخص النووي أو الصواريخ أو فيما يخص المواجهات اللي موجودة بين إيران وبين أمتنا العربية كلها ودولها العربية، فدائما سياستهم تسير على هذا الشكل، وسياسة أمريكا الحقيقة لا تخدم الانتفاضة. سكوت ترامب سيخدمنا أكثر وأكثر، لأن هذه الفرصة ما نريد نعطيها للنظام يدعي أننا أن هناك من يحمينا على الساحة الدولية. طيب، بما تعلق ما تعرضتم له يوم أمس، هي محاولة الاغتيال التي تعرضتم لها من قبل قوات النظام، بما تعلق على ذلك؟ الواقع هو أنا أول مرة محاولة موجودة بالنسبة لي، ولا الأحوازيين الآخرين والقيادات للشعوب الأخرى أيضا، الجميع يعرف أنه قيادتين رئيسيتين للحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أحدهم في فيينا والثاني في هامبورغ في ألمانيا، هذا معروف. وبالنسبة لنا نحن قبل أسابيع قليلة 7 أسابيع استشهد المناضل الكبير أحمد مولة، نعم، أبو هذه الإشكاليات مستمرة وموجودة، والاغتيالات والتهديدات دائما
موجودة على الساحة الأحوازية خصوصا وعلى ساحة الغوميات، وفيما يخص المعارضة الإيرانية عموما دائما النظام الإيراني هذا إجرامه مستمر، وتجاوزت إلى الآن الاغتيالات بالخارج تجاوزت 320 شخص حتى الآن. نبارك لكم السلامة وشكرا جزيلا لك الناشط السياسي في الشأن الإيراني السيد محمود أحمد، شكرا لك.